سلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على القناة بتاعتنا. والنهارده احنا معانا تجميعة جديدة. تجميعة النهارده زي ما انتم شايفين قدامكم كده تجميعة يعني عالية شويتين، 3 4 5 6. التجميعة دي مخصصة لأي حد بيفكر ان هو يحترف مجال الاي سبورتس ومجال الجيمينج عامة. انا جايب التجميعة دي الصراحة وهنجربها مع بعض علشان نفسي العب وورزون 4K على فوق 100 فريم ولا حاجة. والتجميعة بتاعتنا النهاردة فيها حاجة جامدة جدا، هي ان الكيسة نفسها انت اللي هتبلدها من اولها لاخرها. يعني ايه؟ يعني هتبلد الكيسة نفسها، هتبني الكيسة بالشكل اللي يريحك. وعلشان كده في الفيديو بتاع النهاردة ده احنا هنجمعها مع بعض. الفيديو هيمشي بثلاث مقاطع، اول جزء في الفيديو اللي احنا هنعرف القطع بتاعتنا، وتاني جزء هنبلد الكمبيوتر مع بعض، وتالت واخر واهم جزء هنجرب الالعاب كلها مع بعض وهنشوف اداء الكمبيوتر عامل ايه، لان الكمبيوتر ده غالي شويتين. وبالمناسبة استنوا سيجما فرايدي علشان في اقوى عروض ممكن تشوفها في حياتك. قبل اي حاجة وقبل ما نبدأ في الفيديو احب اقول لك ان انت لو اول مرة تتفرج عليا فانا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر، اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا نعرف القطع بتاعتنا. واول حاجة اخدناها معانا هي قلب التجميعة نفسها، الا وهو البروسيسور بتاعنا. احنا اخدنا رايزن 7 7800X، النسخة 3D. النسخة دي اي جيمر بيحلم بيها، لان هو اكتر بروسيسور بيقدم لك قيمة مقابل سعر. لو انت عايز تستريم او عايز تلعب على اعلى اعدادات باعلى ريزولوشن باكتر سعر منطقي ومنافس في الفئة السعرية دي، فهو الرايزن 7 7800X 3D. الشيء اللي في ايدي ده سعره 21500 جنيه. انت متخيل؟ البروسيسور ده بيجي ب 8 كور و 16 ثريد، بيوصل لحد 5 جيجا هرتز. والميزه في البروسيسور ده الاكس 3 دي كاش بتاعه. وعلشان نبرد وحش زي ده محتاجين كولر زي ده. انت متخيل اللي في ايدي ده اير كولر من شركه كولر ماستر، اسمه كولر ماستر ماستر ال ال ايه اسمه كولر ماستر ماستر ال 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 اسمه كولر ماستر ماستر اير ام اي 824 ستيلث. الكولر ده انا ليه اخترته؟ لسببين. اولا لان الاير كولر لحد دلوقتي هو اكتر استقرارية من الليكويد كولر، بس كده كده الليكويد كولر بيدي اداء اعلى، بس مع الوحش اللي انت شايفه قدامك ده بيجي باتنين طور عملاقين وكمان مروحتين 120 ملي كل مروحة فيهم، وكمان يقدر يهندل البروسيسور ده باقوى شكل ممكن ومن براند قوي زي كولر ماستر، فاكيد كان لازم اختار الكولر ده. وسعر الكولر ده 6500 جنيه. طبعا بروسيسور زي ده عايز بوردة قوية تستحمل البروسيسور وفي نفس الوقت يبقى سعرها منافس بجد. يعني ايه؟ يعني الايسوس تاف بي 650 ام اي، البوردة دي سعرها 9000 جنيه بالظبط، بتقدم لك مزايا كتيرة جدا وفيها هيت سينك على كل دوائر الطاقة بتاعتها، وبتيجي بمكانين M.2 NVMe Gen 4، اول واحد بيكون عليه هيت سينك علشان تركب الاس اس دي بتاعك في المكان ده وانت مستريح جدا، واربع اماكن للرامات وهيدرز الادريسبل ار جي بي كده كده وتايب سي، وكمان ايثرنت محترم وفيها كل الفيتشرز اللي انت محتاجها في بوردة متوسطة تشغل لك البروسيسور ده بشكل محترم جدا. اللي انا هقول لك عليه دلوقتي انت هتستغربوا شوية، تجميعة زي ده تاخد لها اس اس دي زي ده؟ ده اس اس دي من شركه ليكزر اسمه NM620 بسعه 1 تيرا وده جين 3. طيب انا دلوقتي بالنسبه لكم غريب الاطوار شويه، اللي انا اخد تجميع عاليه زي دي وفي الاخر اخد لها اس اس دي بيقرا 3500 ميجا في الثانيه الواحده، الكلام ده مش منطقي الا لو انت عرفت انا استخدامي ايه. انا زي ما قلت لك في اول فيديو انا عايز التجميعه دي لمجرد ان انا العب كل الالعاب اللي انا عايزها، وكل الالعاب اللي انا عايزها مش محتاجه اس اس دي سامسونج ايفو 990 برو علشان تشتغل. لو حطيت الالعاب دي على اس اس دي ساتا هتشتغل تمام، ولو حطيت الالعاب دي على اس اس دي جين 5 هتشتغل بنفس التمام. وندخل على الرامات بقى علشان يكون فاضل لنا كارت الشاشه. احنا اخدنا رامات اسمها كليف كراس في ار جي بي، احنا اخدنا 2 في 32 جيجا، التردد بتاعهم 6000 ميجا هرتز. وده بقى ينقلنا لكارت الشاشه، تحديدا الـ RX 7900 XT.
قبل اي حاجه الكارت ده سعره 43500. الكارت ده فيه انكودر و20 جيجا جي دي دي ار 6 اكس وكمان 3 مراوح، والباك بليد بتاعته كلها من الالومنيوم. كارت قوي جدا يشغل معاك كل الالعاب اللي انت عايزها على دقه 4K حقيقي، والكلام ده هنشوفه مع بعض. والكارت ده الريكومنديشن باور سبلاي بتاعه 750 واط، وكمان البروسيسور بتاعنا محتاج باور قوي، فبالتالي احنا رحنا للباور سبلاي ده. كولر ماستر ام دبليو اي جولد في 2 1050 واط، ده 80 بلس جولد فولي موديلر، في الكابل الجديد بتاع الكروت الار تي اكس اللي فوق ال 4070، وكابل قوي جدا، وزي ما انت ما شايف قدامك هو في كل الكابلات اللي انت عايزها، والميزه بتاعته ان هو فولي موديلر، فتقدر تركب الكابلات اللي انت محتاجها بس، والباقي تسيبه في الكرتونه بتاعه الباور سبلاي. وسعر الباور سبلاي ده 150 دولار او 7500 جنيه 8000 جنيه في السوق المصري تقريبا. واخر حاجه معانا هو التحدي الحقيقي بتاعنا، احنا معانا كيسه هنجمعها كلها من الاول، حرفيا احنا هنبلد الكيسه دي جزء جزء. الكيسه دي اسمها كولر ماستر كيوب 500، سعرها 4250 جنيه. فاحنا دلوقتي محتاجين نغير الكادر ده ونقوم نجمع الكمبيوتر مع بعض علشان نروح نختبر الاداء بتاعه. اول حاجه هنعملها علشان نجمع الكمبيوتر بتاعنا هي اللي احنا نطلع المذر بورد نفسها ونطلع البراكت اللي انت شايفه قدامك ده، واول حاجه هنبدا بيها هي تركيب البروسيسور. زي ما انت ما شايف كده ده شكل البروسيسور بتاعنا، نطلعه من العلبه بتاعته. ده كده شكل البروسيسور، زي ما انت ما شايف في نوتش هنا في البروسيسور، هتلاقي فيه اختها هنا في المذر بورد. فكل اللي عليك تعمله ان انت تفتح البراكت بتاع البروسيسور بالشكل ده، وزي ما قلت لك النوتش في النوتش، فهتركب بس، هتحط البروسيسور كده تهزه بس كده تتاكد ان هو ركب تمام. خلاص ركب، تقوم قافل الغطاء الجميل ده، وما تقلقش دي هتطير لوحدها. بص ما طارتش بس احنا طلعناها يعني كده احنا ركبنا البروسيسور تمام. تاني حاجه هنركبها مع بعض هي الرامات. ده كده شكل الرامات بتاعنا، هتلاقي فيه نوتش هنا، هتلاقي فيه برضو اختها في المذر بورد. وعلشان تستفاد بالدول تشانل لازم تركب الرامات بتاعتك في التشانل رقم 2 والتشانل رقم 4 اللي هي تاني واحده من عند البروسيسور واخر واحده خالص. ومعظم الشركات بتخلي الكتابه بتاعت الرامات من ناحيه البروسيسور علشان الرامه من بره تكون شكلها كويس، ففي الاغلب الرامه دي هتفتح البراكتين دول وهتيجي تركب كده، تخلي الكتابه ناحيه البروسيسور وتضغط كده ركبت تمام. وتاني رامه برضو نفس الموضوع بالظبط كده ركبت برضو تمام. ودلوقتي جه وقت تركيب الاس اس دي. كل اللي عليك تعمله ان انت تفك الهيت سينك ده. A few moments later. وخلي بالك تشيل الاستيكر على الثيرمال باد ده كده علشان ما يبوظش الاس اس دي. والاس اس دي نفسه فيه هنا نوتش، وهتلاقي في المذر بورد فيه نوتش اخوه، ده يركب كده. كده ركبنا الاس اس دي، هتنزل الاس اس دي بس تقفل اللوك ده كده على الاس اس دي. كده احنا ركبنا الاس اس دي بتاعنا. نرجع نركب الهيت سينك عليه تاني وتربط تربط تربط. اخر حاجه هنحتاج نعملها قبل ما نفك الكيسه بتاعتنا هي تركيب الكولر على البروسيسور. اول واهم خطوه علشان نركب الكولر بتاعنا هي اللي احنا نفك الاربع مسامير اللي موجودين هنا دول. ولو انت هتركب الكولر ده على بروسيسور اي ام دي، فكل اللي انت هتحتاجه من الكرتونه بتاعت الكولر هو الكيس اللي انت شايفه قدامك ده. الكيس ده في البراكت نفسه اللي هيركب، وفي المسامير بتاعت اي ام دي هتلاقي مكتوب عليها 4 اكس اي ام دي، وكمان الاربع صامولات دي اللي هتقفل بيها المسامير نفسها. وما تقلقش من حكايه السيرمال علشان كولر ماستر حطالك سيرمال بالفعل وقوي جدا. اول حاجه هتجيب الاربع مسامير دول، الناحيه القصيره او الناحيه الصغيره هتبقى هي اللي بتتربط في المذر بورد، والناحيه الكبيره هي اللي هتتحط على القاعده بتاعت الكولر. نربط كده، وبعد كده نجيب القواعد بتاعت الكولر، يعني هي هتنزل هنا على النوتش الكبير ده. وخلي بالك البوز ده لازم يكون من ناحية الكولر نفسه علشان لما تيجي تربط الكولر عليه، فدي هتنزل كده بالشكل ده ودي بالشكل ده، ويتربط عليها المسامير دي بالشكل ده. كده احنا ركبنا القاعدة بتاعت الكولر بكل سلام. ودلوقتي انت هتحتاج بس تركب المروحة دي في الكولر نفسه، وارخم حاجه في الكولر كله هي البتاع الحديد دي. تعمل بس كده كده. A few moments later. كده ركبنا اول واحده الحمد لله. تاني واحده بقى. A few minutes later.
زي ما انت ما شايف كده. بص الكولر حجمه قد حياتي حرفيا، يعني ما شاء الله تبارك الخلاق. بص الكولر عامل قد ايه. فكل اللي احنا هنعمله دلوقتي اللي احنا هنفك البلاستيك ده، ده الثيرمال اللي موجود، هتلاقيه معمول كده علشان جربت اركبه قبل كده، ودايما المروحة الزيادة بتكون ناحية الرامات. طلع دول كده متوسطا الكولر، وتبدأ تربط الكولر بالشكل ده، شوية يمين وشوية شمال وشوية يمين وشوية شمال وشوية يمين وشوية شمال كده. الكولر بتاعنا ركب بشكل مظبوط، لان انت بقيت تعرف تشيل البوردة من الكولر من غير ما البوردة ما تقع. كده الكولر بتاعنا ركب تمام. اخر حاجة هنحتاجها من الكرتونة هي الكابل اللي انت شايفه قدامك ده. دول الكابلين اللي طالعين من الكولر. اول كابل هتوصله في الكونفرت ده كده، والكابل التاني هتوصله في الناحية التانية برضو كده. والكابل ده بقى هيركب في السوكت الاسود ده اللي مكتوب عليه سي بي يو فان كده. نوصل لاخر واهم واحلى مرحلة في الفيديو كله، الا وهي تركيب الوحش ده في الكيسة دي. بص الكيسة دي ليها طريقة معينة كده في التركيب وفتح الكرتونة حتى نفسها، يعني هتشوف كل حاجة معايا. بص انا عايز اوريكم هنا الكيو ار كود ده، لو انت مش عارف تركب الكيسة، لو عملت سكان للكيو ار كود ده هيظهر لك اكتر من فيديو بيشرح لك فيها ازاي تجمع الكيسة بتاعتك باسهل طريقة ممكنة. هنحتاج الكيس ده، الكيس ده مهم جدا، هو اللي فيه المسامير بتاعت الكيسة كلها. واول حاجة تعملها قبل لما تفك الكيسة انك تركب البوردة في اول قطعة في الكيسة. يعني ايه؟ يعني هتسحب البوردة بتاعتك كده وتحطها وتشوف المسامير تظبطها. هي معمولة على الـ ATX، فاحنا هننقل المسامير من الكيسة نفسها لفوق. يا رب يا رب يا رب يكون معاهم مفك قواعد، يا رب يكون معاهم مفك قواعد، معاهم مفك قواعد. نفتح الكيس ده كده، طلع كل الكلام ده. البتاع الصغيره دي يا جدعان بجد مفيده جدا. مهمتها الاساسيه هي اللي تفك القواعد اللي موجوده اللي انت بتركب عليها البورده وتنقلها بقى في المكان اللي انت عايزه. الخطوه اللي بعد كده سهله جدا، هتجيب البورده وتحطها على القواعد بتاعتك بالشكل ده كده، وكل حاجه حرفيا في الكيسه دي بتتربط بالمسامير البيضة دي، فدي اروش حاجه في الكيسه، غير اللي انت بتجمع اصلا بنفسك الكيسه كلها. تبدأ تربط المسامير كده. احنا خلصنا اول جزء من الكيسة، ده كده اول جزء من الكيسة اللي بتحط عليه المذر بورد بتاعتنا. في حاجة صايعة جدا في الكيسة دي، ان هم عاملين لها الباور سبلاي بتاعها او الباور ادابتور من الحتة دي، ومطولين اكستنشن كيبل كده لحد الباور سبلاي بتاعك. الحركة دي بجد جامدة جدا. نشيل دي كده على جنب. وبعد كده هنشيل الكيدج بتاع الباور سبلاي علشان ده اللي هيركب فيه الباور سبلاي. هنخليه بس على جنب دلوقتي ونفك اول كرتونه. هيظهر لنا السايدين بتوع الكيسه، ده السايد اللي هو الباك بانل بتاع الكيسه، البراكتات بتاعت كارت الشاشه هم شايلينها مسبقا بالفعل، وهنا في مروحه علشان تظبط الاير فلو، وده السايد التاني اللي بيكون من الكيسه من فوق. هنطلع بس الاثنين دول، نزل دي تحت شوية، نطلع كرتونة الباور سبلاي نفكها كده مع بعض. هنا دي الأماكن اللي بيركب فيها الكابلات بتاعة الباور سبلاي. انت عندك هنا الكابل بتاع ال 24 بين بتاع المذر بورد، وعندك هنا الكابل الجديد بتاع كروت ار تي اكس ال 4070 تي اي فيما فوق، وعندك بقى هنا السي بي يو والبي سي اي اكسبريس، وهنا الساتا والمولكس. وكل اللي انت هتحتاجه من الكابلات كابل ال 24 بين اللي بيركب من المذر بورد للباور سبلاي، وهتحتاج كابلين للسي بي يو، وهتحتاج ثلاث كابلات للبي سي اي اكسبريس. هنركب بقى ايه الكابلات في الباور سبلاي نفسه. كده احنا ركبنا كابل ال 24 بن، وده كابل البروسيسور هنركبه مع البي سي اي، لان هو بيبقى كاتب لك البي سي اي والسي بي يو الاثنين بيركبوا في نفس المكان عادي في الباور سبلاي مش في البورده. وكابل السي بي يو الثاني برضه هيركب جنب الكابل الاولاني اخوه. هي طبعا مش فارقه الترتيب، كده كده مفيش مشكله في الترتيب. واخر حاجه بقى الثلاث كابلات بتوع البي سي اي اي بتوعنا. تلات. وعلشان نركب الباور سبلاي في الكيدج بتاعه، تلاقي فيه هنا اربع مسامير للباور سبلاي. هو الكيدج هيركب فيه ثلاثة منهم بس، هيركب بالطريقة دي كده
هتربط مسمار هنا ومسمار هنا ومسمار هنا. تاني خطوة بقى اللي احنا نركب الباور سبلاي نفسه في الكيسة، هو انت هتلاقي فيه كليبس كده بتحط الباور سبلاي بالشكل ده، يكون هو جنب الرامات والمروحة بتاعته تكون لبرة. تاخد الكابل الباور اللي هو جاي مع الكيسة ده تركبه في الباور سبلاي بتاعك، وتبدأ بقى توصل ايه الكابلات بتاعت السي بي يو وال 24 بن كده. دلوقتي احنا هنركب الباك بانل بتاعت الكيسة. طبعا هنحتاج نركب الاي او شيلد بتاعنا كده. وطريقة التركيب بقى ايه؟ بجد سهلة جدا. كل اللي عليك تعمله اللي انت تماتش الظهر ده كده، وتبدأ تربط المسامير اللي هنا دي. تربطها بايه بقى يا ترى؟ بنفس المسامير اللي بتربط بيها كل حاجة في الكيسة حرفيا. كده احنا ربطنا المسامير كلها بتاعت الظهر زي ما انت ما شايفين، ربطنا الاربع مسامير بتوعنا. ده بقى ينقلنا على التوب بانل. انا اتلخبطت في البانل دي وقلت ان هي اللي بتركب فوق، بس لا، هي دي الفرونت بانل، وهم مشكورين كاتبين عليها الفرونت بانل. وكمان الاسلاك بتاعت الفرونت بانل اصلا طويله جدا، والفرونت بانل نفسها بتيجي بتايب سي واتنين يو اس بي وزرار الباور وزرار للايو اكس. فيلا نركب الفرونت بانل مع بعض. هنبدا نربط الفرونت بانل في البادي بتاع الكيسه بالشكل اللي انت شايفه كده. ده يا اخي احساس اللي انت تجمع الكيسه بنفسك، تحس اللي انت رايح تشتري من ايكيا كمبيوتر مثلا، تروح تقول لهم انا عايز كمبيوتر فيدوا لك في كرتونه قد كده وانت تجمع مع نفسك. بس والله العظيم احساس فوق 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 المتعه لو انت عامل الكلام ده لنفسك وانت قاعد كده مع نفسك بالليل بتجمع الكمبيوتر بتاعك من الزيرو حرفيا. هتتبسط جدا علشان الرقابه. كده احنا ركبنا الباك بانل والفرونت بانل بتاعتنا، وكمان مركبين الباور سبلاي والبورده نفسها. الميزه اللي في الكيسه دي ان الكيسه دي كلها معموله من الستيل، كيسه تقيله قويه تستحمل معاك كل اللي انت عايزه. وكمان كم الكاستمايزيشن اللي فيها، انت ممكن تركب الباور سبلاي بتاعك في الجنب وتخلي البورده الباك بانل هو اللي فوق، يعني تخلي البورده عامله كده او تخلي البورده بشكلها العادي. وانا انصح ان انت تخليها بشكلها العادي. ودلوقتي جه وقت اللي احنا نشوف ايه اللي موجود تاني جوه الكرتونه السحريه بتاعت كولر مصر. فنخلي دي كده على جنب. طبعا الكابلات دي هنحاول نعمل لها كيبل مانجمنت على قد ما نقدر، بس خلي بالك ان الباور سبلاي ملوش مكان يخبي الكابلات بتاعته، فهي دي الازمه اللي هتقابلنا في اخر الفيديو. وبرضه هنعرف هل كارت الشاشه الثلاث مراوح العملاق اللي معانا ده اللي هو 7900 اكس تي هيركب، ولا هنستغنى عنه ونركب كارت شاشه تاني. ده كله هنعرفه دلوقتي. نفتح كرتونه العجائب. معانا ايه بقى؟ ماشي، اعتقد ان دي البوتوم، يعني هنعرف دلوقتي. ده مش ماجناتيك كده، ده توب او بوتوم بانل. ده انت تقدر تركبها في التوب او تركبها في البوتوم. ممكن تاخد ليكويد كولر 280 ملي وتقدر تركب فيها بقى من هنا اتش دي دي عادي، يعني ممكن تركب فيها 2 اتش دي دي اعتقد. وبرده دي نفس الكلام توب او بوتوم، بس هم حاطين الوش بتاعها كده علشان تركبها في التوب. لو انت عايز تعكس هتركب دي هنا، وبرضو فيها مش ماجناتيك. ونبدا نقفل التوب ولا البوتوم؟ نقفل البوتوم الاول. خلينا نقفل البوتوم الاول. تعالى يا احمد. ده كده البوتوم سايد واحنا هنركبه دلوقتي. وفي مكان للرجول هنلاقيها في البوكس بتاع السحر اللي موجود تحت ده، حاطين كيسه كامله في بوكس قد كده، فاحنا هنلاقيه تحت. فخلينا الاول نركب البوتوم سايد. لما تيجي تركب البوتوم اتاكد ان النوتش ده او الهنج اللي نازل لتحت ده يكون من الناحيه اللي هي بره اللي انت هتركب فيها الازاز بتاعك، والناحيه اللي جوه اللي هي اللي بيتربط فيها البورده تكون بالمنظر ده اللي هي ما فيهاش اي حواف او اي حاجه. فبالتالي لما تيجي تركب كده تسلايد بس وتربط مسمارينك، واحد هنا وواحد هنا. ونفس الموضوع بالظبط في التوب بانل. الحته اللي هي بتسلايد هتركب من فوق بالطريقه دي كده وتزقها بس لجوه، وتربط برضو مسمارين، واحد هنا وواحد هنا. وبكده كنت تقريبا جمعنا الكيسه كلها، فاضل بس شويه الحبشتكنات ونشوف بقى كارت الشاشه هيركب ولا هنتسوح. تعالى يا احمد. بص يا جدعان، كارت قد حياتي كلها، قد سنين شغلي. بص الكارت، يعني هو ده الكارت ده، المفروض الكارت ده هيدخل في الكيسه دي. اتمنى ان هو يدخل.
بسم الله. اخ اخ ده كان مقلب يا جدعان، الكارت هيدخل عادي. بس الفكرة كلها بقى الاسلاك دي، يعني الاسلاك بتاعت الباور سبلاي دي مرخمة عليه جدا جدا جدا، وهو الكارت 2.8 بن مش 3.8 بن، فاحنا ممكن نشيل واحد بي سي اي اي. ياه انا عندي الحل. والان مع المفاجأة الكبرى، ايسوس دول ار تي اكس 4070. ماله ال 4070؟ كارت زي الفل، بياخد 8 بن، هيشغل لنا كل الالعاب اللي احنا عايزينها على دقه عرض 2K مستريح جدا، ونضغط على الكارت كمان نشوفه هيجيب 4K عامل ازاي. فاحنا هنركب الكارت ال 4070 بدل، والله العظيم انا زعلان، والله زعلان، بدل ال 7900 اكس تي. كان نفسي العب ورزون على الكارت ده على 4K والله. يا بهزر والله بهزر، هزارة. هنركب ال 4070 وكان الله بالسر عليم. الكارت ده هسيب لكم سعره هنا دلوقتي، انت شايف سعر الكارت هنا مكان ايدي بالظبط. بس نبص للجانب المشرق، شكل الكارت كيوت كده وجميل وحبوب. يلا نركب الكارت، تعال اركب. ها بص كده بقى، تك هو ها، ركبنا الكارت ال 4070 العادي يعني. هي المفروض ما ينفعش ما يركبش. تعالى بقى ايه، نوصل البي سي اي الواحده، يعني مالها البي سي اي الواحده، ما هي زي الفل اهي. وصل كده نعمل كده. احنا محتاجين برضو بقى ايه، نشيل دي، مالهاش لازمه معانا، علشان نفك الكابلات شويه. زي ما انتم ما شايفين الكيسه الكابلات بيبقى باينه فيها بشكل جامد، لان ما فيش مكان للكيبل مانجمنت ولا اي حاجه، يعني الكيبل مانجمنت كله هيبقى من الظهر. احنا هنحاول نعمل كيبل مانجمنت على قد ما نقدر في الكيسه، بس هي الكيسه دي الغرض منها ان انت تكستمايز الكيسه الفرونت، مش اللي قدام ده، ممكن تركب عليه حاجات، الوش بتاع الكيسه، الظهر بتاع الكيسه. فكره ان انت تجمع الكيسه بتاعتك من اولها لاخرها هي دي الكيسه، مش اكتر من كده. فانا مبسوط بالاكسبيرينس دي، واللي خلاني بس علشان اقول حاجه، اللي خلاني احس ان الكارت ده هيركب عادي، ان انا شفت في ريديت اكتر من حد قال ان ال 7900 اكس تي اكس بيركب عادي لثلاث مراوح، وشفت كروت اقوى من دي. بس مش عارف هم كانوا مركبين الباور ازاي، او ممكن يكون المقاس بتاع الكارت ده اكبر من الكروت اللي كانت موجوده في ريديت، فمش مشكله عادي. الحمد لله احنا ركبنا ال 4070 وهنتست بال 4070 برضو عادي. ركب ركب ركب، اربط 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 اربط، ركب 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 ركب، اربط 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 اربط. وكمان احنا ما خسرناش كتير، يعني ال 4070 الاوتبوتس بتاعته واحد اتش دي ام اي وثلاثة ديسبلاي بورد، الدنيا زي الفل يعني. كده احنا ركبنا الكارت، البوكس بقى له ساعه ومش راضي يخلص. بص بقى، صلي بينا على النبي، دي اللي بتتركب في الظهر او في الوش زي ما انت ما عايز، هبقى اوريك ازاي دلوقتي. خلي بس دي على جنب، وعندك هنا ده براكت تقدر تركب فيه المراوح بتاعه الليكويد كولر بتاعك لو عايز، وتقدر تركب فيه مراوح تهوي على البورده وكارت الشاشه لو عايز. بس احنا مش هنستخدم ده، ليه؟ علشان الكولر اللي احنا مركبينه كبير جدا، فلو جينا ركبنا البراكت ده الكيسه مش هتظبط معانا. فالبراكت ده بالنسبه لنا في التجميعه دي مش هيكون ليه لازمه، وكده كده احنا مش مركبين ليكويد كولر ولا هنركب مراوح، كده كده الدنيا تمام يعني في التبريد. احنا معانا ما شاء الله عملاق التبريد بتاع كولر ماستر، ودول الاربع رجول او الاربع قواعد بتوع الكيسه، وده الوش الازاز اللي انت برضو ممكن تركبه في الظهر او في الوش، واحنا على حسب الكيبل مانجمنت هنركب الازاز فين، ده اللي احنا هنشوفه مع بعض كمان شويه. خلصنا، كونجراتوليشنز. تعالوا بقى ايه، نركب الحاجات الاخيره دي مع بعض. تعالى بقى اوريكم اللي انا بتكلم عليه، ده البراكت. انت هتركب المراوح هنا، فالمراوح هتكون كبيره شويه، هتيجي تركب البراكت في الكيسة على اعتبار ان في هنا مروحة مثلا سمكها 10 ملي ولا 5 ملي، هتيجي تقفل المراوح مش هتقفل لان في هنا كولر. طيب لو قلت انك هتشيل ده من هنا وتركبه عند الكارت بتاع الشاشة، عند كارت الشاشة كده برضو هو اصلا مش هيقفل من هنا بسبب نفس الكولر، فده مش هيكون ليه لازمة معانا. ده هيبقى ممتاز جدا لو انت معاك ليكويد كولر، هيبقى جامد جدا.
الوش المش ده انت تقدر تركبه من قدام بالشكل ده وتبقى مغطي الكيسة نفسها والامكانيات اللي جواها، وفي نفس الوقت تكون مركب الوش الازاز من الناحية دي. فلو انت مظبط كيبل مانجمنت كويس من هنا الدنيا هتكون تمام جدا معك. فاحنا نفك كده واريكم برضو تاني طريقة التركيب. كل اللي انت هتعمله ان انت هتجيب الوش ده دخله كده تحت بس، تدي واحدة كده وواحدة كده، كده الوش ركب عادي جدا. والكيسة دي كلها تقدر تتشال من الايد دي، ودي بنفت جامدة الصراحة. نقلب بقى دلوقتي الكيسة ونجيب الرجول علشان نركبها. هي دي الرجول بتاعت الكيسة، اول رجل، تاني رجل، تالت رجل، والرابعة والاخيرة. كده الكيسة تقدر تقف على رجلها عادي جدا. انا عجباني قوي ان الكيسة دي شبه الماك تاور اللي هو البرو بتاع ابل، وعجبني. انا بحب عامة، انا كاحمد انا بحب الشكل ده من الكيسات. انا مش بحب الارج بي، مش عايز حاجة ضخمة. انا بحب كل ما كيسة تصغر كل لما حسيت ان هي بقت ذو قيمة اكتر. وانا بالنسبة لي انا خلاص مش عايز اشوف الارج بي والالوان. انا بالنسبة لي الكيسة يكون شكلها حلو على المكتب دي كفاية. فحلو على المكتب يعني انت مغطيها، فدي كفاية. غير كده الكيسة كبلد كواليتي هي نظيفة جدا ومتعوب عليها جدا. وكمان الاخرام اللي هم مخرمينها دي زي ما انت مش شايف قدامك، هم بيبيعوا حاجات كاستمايز كده تقدر تركبها، تحط عليها سماعة بتاعتك، تحط عليها الكيبورد بتاعتك، الدراع بتاعك. وفي كمان الوان كتيرة جدا عندهم على الويب سايت بتاع كولر ماستر، وممكن تكستمايز بقى انت الالوان براحتك، سيان مع بيربل مع بينك مع مش عارف ايه. الدنيا دي بتكون شكلها روش قوي الصراحة. بس انا معايا النسخة السوداء عشان عيل اسود، اوعى تنزل دي. يا السلام، بصوا ده شكل الكيسة لو احنا ركبنا الاساس قدام وركبنا المش في الظهر. هوريكم برضو الكيبل مانجمنت بيكون عامل ازاي. هو ده شكل الكيبل مانجمنت بتاعنا، ده كده من الظهر. ومن قدام انا كنت فاكره هيكون ابشع من كده، بس والله انا شايفه معقول جدا. بس ارجع واقول برضو انا حابب ان المش يكون هو اللي مغطي الكومبوننت بتاعتنا، تحسها كده ان هي كيسة فلاكشيب كده. طيب يا شباب احنا كده جمعنا البي سي بتاعنا ونزلنا الويندوز ونزلنا الالعاب، وطبعا كالمعتاد هنبدا اول لعبه معانا هي كول اوف ديوتي وور زون علشان انا نوب فيها. هنبدا نجرب اللعبه مع بعض وهوريكم برضو السيتنج. انا ما عملتش اي حاجه في الجرافيكس سيتنج الا بس اللي انا عملتها فيتاليتي بدل دي ال اس اس علشان الانبوت لاج، انما باقي كل حاجه باي ديفولت هاي 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 الترا اوبتمايزد، كل حاجه زي ما هي. انا ما غيرتش اي حاجه في السيتنج، وكده كده الفريمات من بره 140 فريم، 144 فريم، 145 فريم. بس مش دي قصتنا، يلا بينا نبدا اول جيم. My name is Jeff. معانا حد معاه نيو. تعالوا ننزل بريزون علشان بريزون الرجاله. مين جاهز؟ حد ينزل معانا صحابي؟ حد ينزل معايا؟ انا اسف قسما بالله. تعال I have kids. Please don't kill me. I have kids. ها ضحكت عليك. بوم. جيل بريك. يا رب ما حد يقتلني وانا بفنش. هو ده سموك. يلا بينا. Don't worry. No worries. جيل بريك اكتف. احنا لازم نمسك بريزون. بص الناس اللي نازله من بريزون. ايوه. بص اللي انا هعمله دلوقتي ده، انا اول ما اطلع هموت. قلت لكم
رايكم في اللعب الوحش قوي ده؟ والله العظيم والله علشان نلعب اسيست. ماشي، احنا كده جربنا اللعبه ولعبنا جيم وورزون على التجميعه دي. تعال نروح لتاني لعبه على طول، الا وهي بلاك ميث، هو القرد الاسطوره ده. يلا بينا. وفتحنا تاني لعبه، انا ما عملتش اي حاجه في السيتنج بتاعت الكارت، سبت كل حاجه زي ما اللعبه حطاها باي ديفولت. كل اللي انا عملته بس اللي انا فتحت الفور ريت ريسنج وعملته على ميديوم، وكل حاجه زي ما انت ما شايف فيري هاي، كل حاجه على دقه عرض 2K. تعال بقى ايه نشوف اللعبه دي تعمل معانا ايه. انا اصلا كان نفسي اطلع ساموراي، بس ماما كانت بتفضل تزعلي وتقول لي سيب السيف اللي في ايدك ده، تهبل يا ابني، تهطل لما تكبر الاول كده وتدخل جامعه ولا حاجه. انت عايز تقرر بقى تبقى ساموراي ماشي، عايز تدخل طب ماشي، بس الحمد لله مجموعي ما جابش يعني. ف زي ما انتم شايفين قاعد بلعب اللعبه. والله كان نفسي ابقى ساموراي، امسك السيف اللي هو عارف انت الحركه بتاعتك، يفتح ويقفل كده السيف على طول. بص الفريمات نزلت ايه، 67 فريم على طول، علشان الريت ريسنج كده كده يعني، ده كارت 40 70 عادي. كان نفسي نجرب الار اكس ال 7900 اكس تي، بس الحمد لله نبقى نجربه في تجميعه تانية، نجربه في تجميعه تانية. ماشي اوكي. بص هقول لك على حاجه، لو انت هتلعب لعبه ستوري والريزولوشن والكواليتي هتبقى بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده، وده حاجه جامده جدا يعني، وفريماتك 60 فريم، انت مش عايز حاجه تانيه من الدنيا، مش تلعب لعبه شوتر كده كده يعني. فبص بص 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 التفاصيل، بص بص الشعاع فين، بص 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 الشادوز. انا عايز افهمكم ان انا ما لعبتش اللعبه دي غير 5 ساعات، وانا نفسي اختمها، بس الوقت اللي انا ببقى فاضي فيه الصراحه بقعد العب كول اوف ديوتي. ايه انا اسف، وانا المفروض انا نسيت بمارك الانمي بايه، خد في وشك. ها 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 هو 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 بوم. دوج بقى. انا عايز اخد هيل. تفكر يا ابني بقول لك انا اصلا ساموراي، انا ساموراي. بس كده، دي كانت كل حاجة في تجميعة النهاردة. قول لي رأيك في التجميع، ولو عجبك النوع ده من المحتوى قول لي اعمل زيه كتير، اللي هو انا ابلد الكيسة قدام الكمبيوتر. وحابب اقول لك لو انت بتتفرج على الحد هنا، فكلمة السر واي فاي فاكتبها في الكومنتات. وانا احمد عارف، ودي سيجما كمبيوتر، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.